السلام عليكم مشاهدي الكرام، أينما كنتم وارتحلتم نحن دائما معكم نوافيكم بآخر الأخبار حول مشاريع مدينة الرباط من القناة. محسن الغزالي يحييكم ويشكركم على دعمكم المتواصل للقناة، وبفضل الله سبحانه وتعالى ودعمكم المتواصل نواصل تصوير عدة مشاريع بالعاصمة المغربية الرباط. كما تشاهدون اليوم نتواجد أمام قصبة لوداية بالعاصمة المغربية الرباط لننقل لكم حول أشغال حول هذه القصبة التي تعرف ترميم على مستوى الأسوار مدينة الرباط. كما تعلمون هذه الأشغال التي نصور لكم الآن بالقصبة لوداية كما تشاهدون، وكما نقلنا من قبل كما تعرفوا بأن الأشغال ديال الترميم عرفت عدة أشغال مشروع ترميم وتدعيم أسوار قصبة لوداية. هذه اللوحة اللي كنبين لكم هنايا، هذه الأسوار كلها ستعرف ترميم. وكما قلت من قبل بأن العاصمة المغربية الرباط عرفت عدة أشغال على مستوى الأسوار التاريخية اللي كتعرف العاصمة، سواء شارع ابن تومرت أمام باب الرواح. هذه الأسوار اللي ديجا درت عليها واحد الفيديو، اللي باقي ما شافش الفيديو يدخل يشاهد الفيديو، أو سواء على مستوى شارع الحسن الثاني بالرباط. كملت تشوفوا معنا الآن، هذه هي الساحة ديال الوداية اللي عرفت عدة أشغال، وقمت بوضع تفاصيل حول هذه الأشغال اللي عرفتها هذه الساحة. كما تشوفوا معنا أيضا يوجد فيديو حول هذه الأشغال. أنا كنحاول نصور لكم من الجهة الأخرى لقصبة لوداية. هذه الأبواب الكبرى هذه هي اللي كاين تبع كاين متحف ديال لوداية كيف ما تشوفوا معنا الآن. وواحد الباب أمام هذا الباب الكبير كيدخلك لك تغادي البحر. كيف ما تشوفوا معنا الآن، هنا كنتواجدوا أمام هذا المكان من الجهة الأخرى. كيف ما تشوفوا معنا الأسوار ديال لوداية هي هذه. هنا كيعرف في الأيام الآتية كيعرف زيارات كبيرة بزاف من الأجانب اللي كيجيو ويحاولوا يتعرفوا على هذه القصبة. هنا كما تشوفوا معنا الجهة الأخرى من الوداية، قصبة الوداية أمام الواد كما تشوفوا معنا الآن، وكهي كتعرف ترميم على مستوى الأسوار كما تشوفوا معنا الآن. هذا اللي على اليمين ديالنا كيتسمى بواد أبو رقراق، وإذا مشيتي من لهيا كتلقى المحيط الأطلسي أي البحر ديال المحيط الأطلسي كما تشوفوا معنا الآن. هنا بعض البلاصة هذه منين جينا وحطنا معاها كما تشوفوا معنا الآن، إذا مشيتي مع ديريك تخرج في المحيط. كما تشوفوا معنا هنايا الآن، هاد الساحة هاد البلاصة هادي كتعرف أيضا هي تاهي محسوبة على لوداية بقصبة لوداية، كتعرف عدة ترميمات. ثم غادي نصور لكم أماكن أخرى على مستوى كورنيش العاصمة الرباط اللي كتعرف أيضا ترميم. بالنسبة لمشاريع مدينة الرباط أو مدينة سالا، فأني قد صورت عدة مشاريع التي كتعرفها هاد المدن. اللي باقي ما شافش المشاريع يدخل القناة غيلقى عدة مشاريع. أنا كنحاول نصور لكم أمام الآن، وصلنا أمام الجانب بكورنيش الرباط. هاد الوكالة هي أضفة أبي رقراق على اليمين ديالنا، أنا نحاول نصور لكم تا هو كيعرف ترميم للمباني التاريخية لحظة بلحظة للتعرف على عدة أشغال تعرفها مدينة الرباط. وكالة هي ضفة أبي رقراق، الأشغال الترميم كما تشوفوا الرباط، هادشي كامل كيدخل في برنامج الرباط مدينة الأنوار وعاصمة المغرب الثقافية. كيف ما تشوفوا معنا الآن الترميم على مستوى هذه البنايات، أنا كنحاول نصور لكم هنايا. الناس اللي باقي ما شاهدتش عدة مشاريع بالعاصمة المغربية، سواء نفق باب الحد أو ساحة باب الحد أو برج محمد السادس، محطة القطار، الرباط، المدينة، عدة مشاريع أخرى تم تصويرها، فيلتحق بنا في القناة ويشاهدها. وفي الأخير ما تنساوش دير النجم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا
بجديد الفيديوهات من القناة محسن الغزالي. يحييكم ويشكركم. أنا هاد البلاصة هذه الإخوان كما تشوفوا معنا كتعرفتها هي ترميم، خصوصا سقوط هاد الأماكن الأحجار تسقط من هاد المكان هذا، ودابا غتيديو لها الترميم ديالها اللي غتولي بحال هاد البلاصة الوسطان اللي كنصور لكم دابا، غيتم الترميم ديالها كامل. وكما تعرفوا بأن هاد المكان هذا من بعد غير الترميم ديالو غادي يصبح واحد المكان جميل جدا، ويعطي واحد المنظر اللي جميل. هنا الترميم على مستوى كيف ما تشوفوا معنا هنايا، كاين ترميمات على مستوى هاد الأماكن هذه كنصور لكم الآن باش ما يفقاش يتساقط هذاك الأحجار تتكون لاصقه الماكينة. من الرباط العاصمة المغربية محسن الغزالي يحييكم ويشكركم على دعمكم المتواصل للقناة. وبهذا أترككم مع لقطات قليلة ثم ننهي هذا الفيديو. الناس اللي شاهدت الفيديو ما تنساش دير لنا جيم ودير لنا شي تعليق أو ملاحظة، وما تنساش تشترك معنا في القناة باش تدعمنا وتفعيل الجرس اللي مهم باش تتوصلوا بجديد الفيديوهات. شكرا لكم.